تبدو كتابات نبيل صالح للذي يتابعها منذ زمن كتابات نبيلة ومنتمية وقاسية، ولكنها وطنية. عقل نبيل صالح عقل معرفي، وهو له علاقة بالتنوير، لذلك نحن منجي على توقيع كل من لديه عقلا معرفيا تنويريا يقدم خدمة لبلاده. نبيل صديقي من 40 سنة، وبالتالي أعرف رأسه جيدا. هو رأسه سوري عربي بامتياز، ومشغول ومهموم ومسكون بالهم السوري العربي. بهذا المعنى أنا أشتري، وهو صديقي يعني هو يعطيني غير ما أشتري، لكن أنا أشتري نتاجات نبيل كلما أتيح لي وكلما قدم جديدا. اليوم أحب أن أقول شيء آخر على هامش هذا الملتقى الجميل لتوقيع كتاب نبيل. أنني والحمد لله ما زلت من أنصار الكتاب والقراءة والكتابة بالقلم. هذه فرصة كي يتشجع الناس والأجيال اليوم، أجيالكم، كي تتشجع لإعادة الاعتبار للكتاب وإعادة الاعتبار للقلم. اسم الكتاب واضح، يعني تحرير العقل. هو من المفيد أن نقرأ للأستاذ نبيل ولكل الكتاب الذين يتحدثون خارج الإطار في آليات جديدة للتفكير خارج المطلق. والمطلق نحن نعلم أن هناك الكثير من العناوين والأطر التي تؤطر تفكيرنا في البلاد العربية وعلى عدة مستويات. أما إذا استطعنا أن نفكر بنسبية خارج الإطلاق، نستطيع أن نوجد حلول لكل المتاهات وكل المشكلات التي نقع فيها. لا شك بأننا اليوم أمام حالة استحقاق فكري حقيقة، وليس مجرد إصدار كتاب. على أهمية إصدار كتاب وكتاب يحمل عنوان كهذا العنوان الذي يحمله كتابنا هذا، تحرير العقل، أعتقد هذا حدث هام جدا، وخاصة في هذا التوقيت، في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها، سواء على المستوى الوطني، على مستوى بلدنا الحبيب سوريا، أو على المستوى العربي، أو حتى على المستوى الدولي، لأن نحن أمام تغيرات عالمية كبرى. هذا الكتاب أنا برأيي هو ضد السكون، وهو دعوة لعملية دوران تصاعدية، بحيث أنه كل الموروث هذا إعادة قراءته بلغة مختلفة، بحيث أنه إحنا اليوم مثل ما منقول وقت اللي منشرب من نقطة من النهر ما فينا نرجع لها. النهر في حالة حركة دائمة مثل الطبيعة، فما بتصير الأفكار خاصة اللي بتخص التطور الإنساني والحضارة الإنسانية أنه هي تأخذ شكل أو قالب.